الراجل اللي خرج الميدالية، قلنا له اللي زيارة ربيع الأنسان وبالأحرى ربيع الأنسان، فبرنامج خرج اليوم كان لاحظتموه كان متنوع، فيه جانب يتعلق بخدمات تحسين بعض خدمات مستوى ربيع الأنسان، جانب آخر يتعلق بالاقتصاد المساعي على مستوى المدينة وبالتالي خلق مناصب شغل، ثم الإطار العمراني بزيارة مطحنة مقرنة جديدة مطحنة قديمة تجربة مركب جديد إنتاج تتراوح ما بين 250 متر شهريا، مطحنة ذات ضخة وكذلك ستسمح بخلق ما لا يقل عن 50 نصف على مستوى القريب وتكميل تركيب تجهيزات القريب، وتدخل حيز الاستغلال، نأمل أن تدخل حيز الاستغلال خلال شهر أو بإذن الله. في نفس السياق أي المجال خلق سوق الجملة مدينة أنفسان أو ما يسمح سوق الجنبة، فهنالك في هذا المكان وافقنا على اقتراح السلطات المحلية من بلدية الدائرة لتحويل هذا الفضاء إلى سوق الجنبة، ومدينة أنفسان بحاجة فعلا إلى مثل هذا الفضاء التجاري الكبير، وذلك بالنظر إلى طبيعتها ومسؤولها الاقتصادية التجارية، وسيسمح هذا السوق بخلق أكثر من شغل بل ربما أكثر، كذلك دائما فيما يخص الفضاء التجارية للطبع التجاري زرنا موقع كما غير مستقبل بشكل مستقبل تم إلى حدث فكرة طرف الودية والدائرة لتحويله إلى سوق النساء المخصص للنساء، وفعلا وافقنا على هذا المقترح لأنه في مسار وهذا الفضاء الأخير بعد تحويله وموافقة على تحويله من إلى صرف البلدية سيسمح هو الآخر بخلق مناصب شغل عديدة تفوق 120 على ما أظن 150، ثم نقوم بصرف البلدية ووافقنا على مقترح السلطات المحلية الدائرة والبلدية لتحويله إلى جعله يصبح مركز تجاري. مركز تجاري ليصلكم كل جديد، اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.